اسمح لي يا شيخ، تعبتك معاي، بس كل اللي اتمناه منك يا شيخ ما تنساني في الدعاء. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا ابو هاشم، ادعي لي. فإذا ملك المسلم النصاب وحال عليه الحول، بمعنى مرت سنة كاملة على ملكيته لهذا المال، هنا نقول له تجب عليك الزكاة. مثلا من ملك 10,000 ووجبت عليه الزكاة، فنقول له إن 1,000 الأولى لك، والألف الثانية لك، والثالثة لك، والرابعة لك، والخامسة لك، والسادسة لك، والسابعة لك، والثامنة لك، والتاسع لك، أما العاشرة فهي لك أيضا، لكن استخرج ربعها للمستحقين. وهذه النسبة تسمى الزكاة. أنتم متصورين كم نسبة الزكاة قليلة؟ 2.5% فقط. لذلك لم يكن مستغربا على سبيل المثال ما أورده الدكتور علي قرداغي في بحثه، أنه في عام 2008 بلغت الأموال المودعة في البنوك وفي البورصة الخليجية بلغت أكثر من 4 تريليون دولار. ولو استخرجنا منها نسبة 2.5% وهذا مقدار الزكاة، فإن الزكاة في الأموال تصل إلى 100 مليار دولار، وهذا مبلغ يستخرج سنويا. أعتقد دكتور أن هاي المبالغ الهائلة ممكن تنهي مشكلة الفقر، مو بس في الخليج عندنا، حتى في الوطن العربي، وممكن استثمارها في مشاريع تنموية ضخمة. لكن ليش الناس تتهاون في أداء الزكاة؟ وين الخلل؟ رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. وين الخلل؟ المقاول شكله بيتأخر. احنا اتفقنا معاه يسلمنا العمارة عقب 18 شهر، اذا على هالحالة متى بيخلص؟ والله يا ابو احمد انا كلمته اكثر من مرة وتقريبا شبه يومي، بس احس يتهرب مني. شلون يتهرب؟ اسمعني، اتصل عليه الحين وقول له اما يلتزم بالوقت المحدد في العقد، ولا بيني وبين المحاكم. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله.
طويل العمر، هذه الملفات اللي طلبتها. ايه خلهم لي مشكور. ان شاء الله. طويل العمر، ياك اتصال قبل نص ساعه من الشيخ حسن، تبغى اتصل له يكلمك؟ شيخ حسن؟ ايه حول لي ان شاء الله. ولا دريت ابوي؟ خلاص انا بكلمه وانا رايح في الطريق. مشكور. إيه. اوف 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 ولا شيخ طلع المبلغ وايد كبير. 250 الف ريال مبلغ كبير. اي شيخ انت قاعد تقول الحين 250 الف ريال، يعني هذا المبلغ انت تدري انا ممكن افتح بمشروع؟ هذا المبلغ يا ابو احمد هو نسبه زكاه مالك، انت لا تشوف له المبلغ، شوف راس مالك كم، ما شاء الله عندك ملايين. اي ما علي يا شيخ، بس انت يعني انا يوم قلت لك شوف نسبه زكاتي افتكرت بتقول لي انت 5000 ريال 10000 ريال، بس مو 250 الف ريال. يا ابو احمد تظن الموضوع على كيفي؟ نسبه الزكاه رب العباد هو اللي محددها بحكمه، وانت اللي طلبت مني اشوف كم نسبه زكاه مالك. اي ما علي يا شيخ، بس انا الصراحه ما توقعت انه بيطلع المبلغ هالكثر. انت لا تنسى شيخ بعد انا ريال شغال في السوق وعندي التزاماتي الماديه. عمرك عجيب، حتى الزكاه من التزاماتك الماديه المفروض تكون في اول القائمه. شيخنا الفاضل انا صراحه ما بادش وياك في جدال يعني عقيم وما بنوصل الى النتيجه، انا كل اللي اطلبه منك انك تمهلني كم يوم علشان ادرس الموضوع من جديد. يا ابو احمد والله الموضوع مو بحاجه الى دراسه، هذه زكاه واجبه عليك يا رجل، طلعها قبل ما تندم وتصير مجرد امنيه. نسبه الزكاه هذه وسخ، اذا طلعتها الله بيبارك في بقية مالك. وصاخ يا شيخ وصاخ، يا حالات هالوصاخ. على كل يا شيخ انت ما قصرت، رايتك بيضة ويزاك الله خير. الله مستعان. اسمح لي يا شيخ تعبتك معاي، بس كل اللي اتمناه منك يا شيخ ما تنساني في الدعاء، ادعي لي يا شيخ، ادعي لي يا ابو هاشم، ادعي لي. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك ليغفر ذنبي ويقبل يا رب مني اعتذاري، ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي ناري، ومن لي سواك يقوي دربي يسدد خلف الرسول مساري، فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين.